لكل اللي بيسمعني حالا ينزل تحت الفيديو على طول يعمل لي اللايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان تشوفي باقي فيديوهاتي. مين أحق بالقعدة جنب جوزي في العربية، أنا ولا حماتي؟ مشكلة تبان تافهة بس تقع فيها البنات اللي لسه متجوزين حديثا وتقريبا بتضايقهم، وخصوصا لما الزوج هو اللي بيبقى حاطط القاعدة دي، إنه طول ما معايا مامتي يبقى هي أحق بالقعدة قدام عن مراتي. في بعض الحماوات بتبقى متفهمة جدا النقطة دي، وفي بعض الآخر لأ، بيبقى برضه مع الزوج إن هو فرض إن أنا أقعد قدام وإنتي تقعدي ورا. بس أنا بشوف النوع ده إن هو متسلط كفاية جدا، أو بيحب يفرض يعني فروض قوية جدا، وغالبا النوع ده ما بيسبب مشاكل في الحياة الزوجية بين الزوجين. ففي بعض الأمهات لا يعني مش هتاخد زمانها وزمن غيرها، فسايبة الدنيا عادي، اللي يقعد قدام زي ورا مفيش مشكلة. لكن في البعض الآخر بيبقى متسلط إن هو يبقى قاعد قدام، ويبقى كمان متعمد إن هو يا إما ينزل بدري يا إما يسرع إن هو يقعد قدام، بس لازم نقعد قدام. ده نوع من أنواع الحماوات، وبالأخص برضو مش الحماوات بس، بتبقى إخوات الزوج سواء أكبر أو أصغر مننا برضو بيتعاملوا إن هم حما، نوع من أنواع الحما. فاهمين؟ للبنات اللي لسه متجوزة وبتعاني من المشكلة دي، بصي هتتعاملي إزاي؟ هتتعاملي بكامل الاحترام، ورا زي قدام مفيش مشكلة. أي نعم لا، سنة الفرد دي بتبقى منغصة شوية، بس صدقيني اتعاملي بالاحترام واكسبي جوزك واكسبي حماتك، ما تتعامليش بالعكس. تمام؟ خديها من باب ان هي ست كبيرة، مفيش مشكلة ورا زي قدام، ما ينفعش خلاص يعني لكل مقام مقال زي ما بيقولوا. فقعدت قدام تمام مفيش مشكلة، ما تعمليش مشكلة، صدقيني والله بمرور الوقت هتفضلي القعدة ورا. اما بقى اخوات جوزك اللي بيفرضوا عليك الحماوات دول، بصي هم عارفين ازاي ينغصوا عليك عيشتك، بصي ما تديهمش فرصه، ما تبينهمش ان في حاجه بتضايقك. فلو الموضوع ده فعلا بيضايقك من اخوات جوزك، والله اهمليه نهائي نهائي، تجاهليه، وهم فعلا هيقلوا كده في نفسهم. طبعا في حماوات الدبلوماسيين، يعني خلاص هي مش هتاخد حق مرات ابنها، فبتقعد ورا زي قدام، هي متفهمه النقطه دي جدا، على عكس دايما الحما اللي هي ام الزوج، على عكس ام الزوجه. ام الزوجه يعني مسالمه جدا، اللي هي لا انت جنب جوزك انا مكاني ورا. فاهمين؟ دايما بتتعامل كده، تيجي على نفسها خالص، وتعامل دايما جوز بنتها غير مرات ابنها. فاهمين النقطة دي؟ فدايما أم الزوجة بتبقى أخدة من أم الزوج، يعني دايما الحما هتلاقوها هي أم الزوج مش أم الزوجة أبدا. وفي نوعية من الحموات والله الاتنين مسالمين، سواء أم الزوج أو الزوجة مسالمين، أهم حاجة عندهم يشوفوا ولادهم سعدة جدا، فمش فارق معاهم خالص ورا أو قدام، مش فارق معاهم التفاهات دي خالص. بس صدقيني لو انتي عندك الحما عندك يعني صعبة شوية، والله بمرور الوقت هتكتشفي أمور كانت تافهة جدا بس احنا اللي صعبناها. فرجاء لو انت عندك المشكلة دي اتعاملي معاها بتجاهل، واتعاملي ان هي ست كبيرة من باب الاحترام، وسيبيها هي من نفسها تقعد. تمام؟ اي نعم بتبقي عايزة سنة ان انت اللي تعزمي، وانت يا ماما تعالي، طب تعالي يا حماتي انت اقعدي قدام، بتبقي عايزة النقطة دي. فخلاص حصل حصل، ما حصلش خلاص تجاهلي خالص النقطة دي. تمام؟ واشوفكم في فيديو جديد قريب بإذن الله.